اليوم نحن أمام إشارات غير مطمئنة. يوم 9 مارس مثلا أو 9 غشت خلال هذا الشهر، وبناء على جلسة عمل تمت داخل القصر الملكي، ترأس الملك جلسة عمل مع وزير الداخلية، مع وزير المالية، مع المدير الجمارك، ومع المدير العام للأمن الوطني، ومع شخصية عسكرية، وأعطي الأمر بفتح تحقيق لمتابعة مجموعة من رجال الأمن في مراكز الحدود. جميل، لكن أنا بالنسبة إلي لا يوجد أي أساس دستوري لهذه الممارسة. في غياب رئيس الحكومة، في غياب رئيس الحكومة الذي له فقط الحق في إعطاء التعليمات للوزراء وللمديرين، لا يوجد أي أساس دستوري لهذه الممارسة. فلذلك رجائي، وهذه مناشدة لجميع الديمقراطيين، أن ينتبهوا إلى أننا ينبغي أن نعلي من قيمة الدستور كأسمى وثيقة تعاقدية هي التي تربطنا بيننا وبين جميع المكونات الموجودة في هذا البلد، محكومين وحكام. ليست هناك أي وثيقة أخرى، حتى ما يصطلح عليه بالبيعة هو في الواقع حفل بروتوكولي وطقوس تاريخية لم يعد لها أي مفعول من ناحية السياسية. واسمحوا لي أيضا أن أقول بأن مصطلح أو مفهوم البيعة الذي تجسد في منظورنا التاريخي التي كانت تعطى لشخص الحاكم الفرد، هذا لم يعد ممكنا في دولة المؤسسات. البيعة اليوم هي الدستور، ليست فوق الدستور وليست تحت الدستور، البيعة هي الدستور. ولذلك فإن ولاؤنا الكامل هو للدستور أولا وثانيا، والدستور يعطي المكان المحترم للملك بصفته رئيس الدولة، بصفته أمير المؤمنين، بصفته القائد على القوات المسلحة، بصفته رئيس المجلس العلمي الأعلى، بصفته هو الذي يعين رئيس الحكومة. إذن يعطيه جميع الصلاحيات التي تضمن له المكانة المحترمة له داخل البناء الدستوري، ولا داعي للترامي على اختصاصات رئيس الحكومة لأنها منظمة بواسطة الدستور.